تسبب الموجة القطبية المآسي للملايين، هكذا بدت الطريق الرئيسة المؤدية إلى نيويورك التي أقفلت لساعات. الظروف القاسية أدت إلى خلق حالة من الفوضى، علق العديدون بمن فيهم لاعبات في فريق كرة السلة هذا. انخفضت الحرارة إلى درجات متدنية وجليدية في العديد من الولايات الأمريكية، وأقفلت الطرقات وعلقت السيارات، فيما جهد السائقون في محاولة لتخليصها. البعض الآخر تخلى عن الفكرة وفضل السير على الأقدام. خبراء الطقس يقولون أن هذا الطقس الشتوي كان سابقاً على وقته بشهر تقريباً. أجزاء من ولايتي ألاباما وفلوريدا قد تسجل معدلات حرارة متدنية قياسية هذا الشهر. هذه بحيرة ميشيغان، حيث أدت الثلوج والرياح إلى تشكل سحب جليدية. الطقس العاصف متوقع أن يستمر لأيام مقبلة.